صباح الفل، صباح الجمال، صباح القشطه والعسل. عامل ايه؟ وصباح الرضا. وصباح الرضا وكل صباح وانت طيب يا باشا. حبيبي شكلك يا باشا مش غريب. شكلك مش غريب؟ شكلك مش غريب عليا. ما انا بشبه عليا برضه. والله انا كنت بحسبك بتشبه عليها. حبيبي اقسم بالله عسل، عسليه يا باشا. انت اللي عسل يا معلم. عسليه بالسمسم. حبيبي اقسم بالله. حبيبي كنت باكل منها في سويسرا، لسه خارج من سويسرا عقبال عندك. في سويسرا؟ ربنا يا عم يكتبها. سويسرا عليك. البلد؟ سويسرا البلد دي بقى ربنا مكتبها على حد. بس ثلاث سنين. ايوه ما سويسرا البلد بتاعتنا. انا بقول لك ربنا مكتبها على حد بقى. الحمد لله يعني. الحمد لله ربنا مكتبها على حد. انت ايه اللي دخلك سويسرا اصلا؟ حكايه عند البيت وبتاع، وانا اتخذت كده ايه تخفيله يعني. عيل بيحلو وسط الموضوع، وكنت نازل اسلك وبتاع. عيل ايه؟ بيحلو كده في نص الشارع على على الناس صحابي وبتاع. وايش فجأة نزلت اسلك وبتاع، هات وخد دي وهات دي وبتاع، ركبتها له في رقبته بالغلط. هما ثلاث سنين والحمد لله انا خلصت على ثلاث سنين مشاجره يعني. هو ما ينيب المخلص التقطيع هدوم الا سويسرا. ماشي الا سويسرا. ربنا ما يكتب على حاجه. حبيبي يا فندم. انا واخده بقى بيت. الو يا حبيبي، الطلعة الليله ان شاء الله. لا الحوار ده ما تقسمش. لا المره دي المره اللي فاتت انا اللي قمت بالليله كلها، وانا اللي دغدغت الفرح وقفلت الليله وقفشت في الليله دي كلها 500 جنيه. طب وبعدين؟ طب ما ناخد المصلحه الحاليه من بابها. لا يا باشا بقول لك ايه، ما انا مؤاخذة يا باشا. لا خد راحتك، ما تخلينيش اتخن صوتي عن الناس جنبي ومعايا شباي. طب يا باشا نتكلم في الحوار ده كمان شويه يا باشا. اسلم الطرف واجي. صباح الصباح واللي جه احسن من اللي راح. سلام يا صاحبي. سلام. مؤاخذة يا باشا. تقول لي ربنا تابع عليا وانت ولا ربنا تابع عليك ولا اي حاجه يا عم. وانت رامي ودك معاه ليه؟ لا مش رامي ودني، ما انت اللي عمال بتتكلم. طب بس الله يصلحنا وحالك يا عم، ودعينا كده في صلاح الحال والرضا. ما انا بدعي لك ربنا يصلح يصلح حالك. سلام. هو في ايه الدنيا؟ انا عندي ملعب في ايه؟ يا سلام. ما تركبش حد يا مؤاخذه يا اسطى. معلش معلش نركب معايا. لا مؤاخذه يا صاحبي معلش، هنركب معايا عشان لا مؤاخذه يابا. يا عم انا معايا سكون يا باشا. معايا سكون يا باشا. لا مؤاخذه يا صاحبي معلش يا صاحبي. معايا سكون يا عم. معلش لا مؤاخذه يا صاحبي. انت رايح فين يابا؟ انا رايح في اي حته معاكم انما انا مستعجل. وصل الراجل وصل. مستعجل فين رايح فين؟ لا مؤاخذه يابا. يا عم في ايه يا جدعان؟ مؤاخذه معلش يابا. طب يا صاحبي خلي بالك الحوارات دي. لا اله الا الله يا جدعان. الحق احلاوي. استنى يابا 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 استنى على حالك كده، عشان الشغل ده انا خلصته من ثالثه حضانه. يا عم اخويا الشغل ده خلصته من ثالثه حضانه، والراجل ده معايا. معاك ايه الراجل ده؟ في حياه. الحق احلاوي. يا استاذ الراجل ده خلي بالك معاك عند امي عند المدرسه. الواد ايوه اللي بيقف عند اخته. ولا يا جدع انا عمال اقول لك التيل لام الصبح بتقف عند اخته في المدرسه. بتقف لك قدامه ايه؟ من اول ما راكب معاه بقى. عايز افهم بس. من اول ما راكب معاه عمال اكلمه في التين واقول له ربنا واقول له حرام عليك، عمال يقول لي بص النسوان وامرز وبتاع. بص على النسوان. عيل فاجر. ده عيل فاجر. بقول لك يا بناوي مش كده يا اكل ودنه. بس على نفسك يا عم. انت روح لاخته ليه عند الدار؟ روح لاخته ليه؟ على جنب بعد كده. مش هنركن يا عم على جنب. اوعيتك والدركسيون احنا دركسين رجاله. انا لو مكانكم ما حلوش الا لما يكتب عليها. يكتب عليها. يكتب عليها. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وزوجتك واختك. وزوجتك واخته. من اخته. ايوه بس. اخته اصلا. ايه ده 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 خلاص خلاص خلاص. الشاهد الشاهد يا باشا. الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين يتعالجوا يا حاج. الحاج ما تهمش العباسيه. تعالوا شاهد يا عم. اشهدوا ان لا اله الا الله. اذبحوه اذبحوه بس. وركز يا عم في الطريق. اذبحوه بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم ارجع. وزوجتك اخته. زوجتك ايه ده يا عم الحلو؟ بقول لك ايه ده اللي عرفك تماما؟ قول لي نفسي اعرف تماما. ايه ده يا عم؟ ما بنت الزواجه مني هزعلك واجيب ناس تزعلك. انت بقى اللي مش عايز تتجوز اخته يبقى انت غلطان. ايه ده؟ انت الشاهد يا ابني. ايه ده يا عم؟ اتجوز اخته.
اتجوز اختي مين يا عم؟ بس يا عم انا بروح لاختك المدرسه. انت فاجر بقى يا عالم. ده انت كده يا عم اصلك يا عم. ده انا هسحبك يا عم. انت مين يا عم؟ يا عم انت بص قدام هتقتله. ارجع هنا وزه وزه يا رب. حط يا لامك هتقتله. اركن يلا على جنبي انا. يلا اركن يا على جنب. بس نجيب حته. والله العظيم انا زعلان. كده يا عم هتتجوز. ده بص اتجوزوا انتوا بعض. ايه ده ايه ده يا ولد يا عم؟ بتعدي يا عداد. يا عداد 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 اتجوز وزه تحت العدي عشان انت طلعت عيل شرير. لا لا انا كان على كتكوت. كلمني كتكوت. هتتجوز انا كتكوت. انت كتكوت. ايه ده؟ انت اوريك مين الكتكوت. بقول لك ايه؟ هوب هوب هوب. اقف يا ابني. خدي التاكسي يا ابني الحرام. خلاص وزع يا ابني. يا ابني من الهزر. طلعت حرامي تاكسيات. ده انا من صبر. زيع ولا ما نزيعش؟ زيع. السلام عليكم. السلام عليكم. انا تمام والله. الجو حر قوي النهارده. بقاله من الجو حر. حر يعني. كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. والله العظيم حاجه يعني. بس الحمد لله بنستحمل. اكل العيش يحب الخفيه. ربنا يعينك. واكل البسطرمه يحب البيض. مين؟ اكل البيض يحب البسطرمه. شغال من الصبح ولا عادي؟ والله شغال. مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص وواحده يا باشا. انا ارد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه؟ لا ما ليه يا عم. انت يا عم انا بقى بضحك معاك. انت كلامك جميل وكله بس مش راكب. كلامك مش راكب. كلامك جارح. بقول لك يا باشا خد معانا بس الموزه دي. لا طب ماشي. لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان. بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح. يا اسطى انا باخد معانا البنت نسيبها لوحدها في الشارع. انت طالع مخصوص. يا ابني انت راجل ماشي يا عم. انت راجل يا روحي. يا نهار ابيض. مش معنى تاكسي راديو اوف. لا خالص اقسم بالله انت منوراني. يا نهار ابيض مش غريبه عليا. انا بشوفك على طول. لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اسامي بيعجبني جدا يعني. انا حاسه ان انا شفتك قبل كده. بس لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اسامي انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني. السنه دي هوايه عندي. قصة احنا نمشي ولا هنحب ولا احكي؟ مالك يا باشا في ايه؟ حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحد راكب ركبه وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجه. حضرتك منوره النهارده. انا سؤالك حلو جدا بجد بامانه. اوه ماي جاد. طب التسريحه دي حلوه؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى؟ عايز اروح يا اسطى. انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روق على حالك ثاني. بصي اقول لك على حاجه. ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟ او ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. هو مفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده. خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه يعني؟ بقول لك يا صلاح بس استنى بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرء؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني. حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالي. يا بنتي يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل. لا 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 مالكش دعوه بيها. لا لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم. مالكش دعوه بيها. مشغلش بالك بيها خالص. ولا ليها اهل ولا مالكش اهل. يا عم وقف. احنا لو سمحت عيب. انت راجل في مصر يا باشا. انت راجل كبير واقرع وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله. انت اسمر اساسا وانا يعني انت متغاظ. انت من الجيفن هايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم. يا بنتي استنى يا حاج. يا باشا استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنتي؟ لا اله الا الله. بس لو سمحت بقول لك ايه لو سمحت. بقول لك ايه لو سمحت ممكن تقعد ورا؟ اقعد ورا؟ هات مكانك كمان. مكاني؟ معلش. تصدق انت ايه الادب؟ انا ايه الادب؟ والله الادب. تصدق انت 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 فعلا جيفنهايز النزعه؟ انت 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 ليه؟ انت جيفنهايز النزعه. على فكره شكلي
بقول لك استنى 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 انت شكلك دماغك لسعة. انت شيفن من اول ما ركبت معاك دماغك لسعة. انت شيفن عايز النزعة وانا مش عايز. يا عم سيبني في حالي. انت هتوصلني ولا هتعمل انت؟ انت شيفن عايز النزعة. بقول لك اقف بقى واقف بس كده كلمني كويس. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. انت بتمسك ايدي. ما تتكلميش خالص. بس ما تبصلهاش. نادي النصر. احنا كده معايا ناس مجانين يا ابني ولا ايه؟ مجانين ابنك؟ اه ابني. اوعى اوعى انت مجنون يا جدع انت. لك حركه انت شيفن عايز النزعة. انت يا لسعة. انت ايشيست. انت عايشست من جواك؟ بقول لك ايه؟ عايشست قوي. بس يا بنت انت عايشست. بنت اوعى تقول لها بنت. اوعى تقول لها بنت. لو قلت لها بنت اعمل لك الاسامي. انت خلي بالك. بص اقسم بالله انت راتنج. والله بالك في الرجوله. انت راتنج. انت راتنج في الرجوله. عيب عليك يا عيب عليك. نزع. بس انت اللي نزع. انت راتنج النزع. انت اللي نزع. انت راتنج النزع. نزع مشينا يلا. يا جماعه راتنج النزع. يا عم معايا قاعد في العربيه راتنج النزع والله. شوف بقى انت. اوعى ايدك كده. احنا بنعمل برنامج اسمه كاميرا خفيه ولا ايه؟ كريزي تاكسي. اسمه كريزي تاكسي وانت اتصورت معانا. مين؟ ازاي الحلقه دي ولا من زمان؟ كريزي ايه؟ اسمه كريزي تاكسي. كريزي تاكسي. كريزي يعني مجنون؟ لا التاكسي اللي مجنون. كريزي تاكسي يعني حضرتك. لا التاكسي مش انا ولا انت. يعني نطلع في التلفزيون؟ ان شاء الله. لا بجد والله. بجد والله. في البرنامج. بجد؟ نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هتعمل ايه يا اسطى؟ ايه اللي بتعمله ده؟ مسا مسا عليك. مسا مسا ايه وبتاع ايه؟ لا لا معليش انا في الحاجات دي يا عم. لا لا معليش في الحاجات دي. مصطفى على ناس ما لحقش فيها انا يا اما. لا لا مالناش في الكلام ده. طب بلاش اديلك استفيد شنكني بس اقعد برجني. يا عم خليها لنفسك انت. خليك انت فيها يا عم بلاش. انت شكلك ايه في السيجاره دي يا اسطى كده؟ عشان انا ما بحبش ريحه السجاير اساسا. يا عم انت مش هوائي. شكلك انت ماكي. خد بقه وهننزل بعد منها تزق. يا عم ممكن ما نعرفش ننزل اساسا منك بطريقتك دي. لا 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 يا عم ربنا يستر عليك. يا عم خلاص بقى اخوك الدنيا جايه عليه قوي. يا عم جاي عليك. طب راي اكل عيشك اللي انت فيه دوت ما تشربش. يا عم عايز انسى. تنسى ايه بس؟ عايز انسى اقسم بالله. تنسى ايه حرام عليك؟ ده منين يا صاحبي؟ انا من المهندسين. كداب؟ لا من المهندسين. اقسم بالله ما تقولش كداب بس. يا عم انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كداب. انت من ارض اللواء. يا عم ما تقولش كداب. لا يا فين المهندسين؟ جامعة الدول. مش بقولك كداب اقسم بالله. يا ابو بص البتاع بص فوري. هو انت مش دريان انت بتعمل ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. يا عم بكر انا حظي جه معاك ولا ايه؟ مش عارف والله. يا عم انت الدنيا جايه عليك. الحمد لله يا عم على كل حال. مش عارف الحمد لله ولا بنشرب ولا حاجه. يا عم بص للطريق بدل ما تعمل فينا حادثه. يا عم يا عم اعمل فينا حادثه. يا عم بقول لك ايه الراجل ده مش هيوريه. عايز تاخده معانا؟ هاتوا يا عم معانا وخلاص. معلش اصل ممكن تاخدني معاك لاخر الشارع. تعالى يا صاحبي تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش انا اسف بس لحد اخر الشارع اللي بقى ولا يهمك ولا يهمك. يا عم ماشي ده هوديك اخر الدنيا. عمال يشرب من ساعة ما ركبت معايا مش عارف ماله. ايه يا اسطى؟ يا عم الدنيا جاية عليا قلنا يا جدعان. معرفش في ايه عايزنا نشرب بالعافية يا عم. يا عم انت عيب يا اسطى اللي انت بتعمله ده. يا عم ايه يا عم؟ لا عيب اللي انت بتعمله. في ناس راكبة معاك. ناس محترمة راكبة معاك يا اسطى. يا عم انا مش عارف ايه. في ناس راكبة معاك يا اسطى عيب. راعي اكل عيشك. ايه اللي عيب يا عم؟ راعي اكل عيشك. هو ايه اللي عيب؟ عيب يا اسطى ان انا اشرب. لا ان انت تشرب لوحدك حبيبي يا قلبك. ايه بقى يا جدع؟ واحد كمان. بقول لك ايه؟ خلي بالك اختي. طب انتوا مع بعض ولا ايه حكايتكم؟ يا عم خلاص احنا الكيف بيجمع. ايه يا باشا خد اشرب. لا لا يا عم مش عايز. الكيف بيجمع. الاثنين مع بعضيهم ماليش فيه. يا عم انت هتنزل فين؟ انت عايز تنزل فين؟ طيب خلاص نزلنا اخر الشارع. لا 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 مش هشرب. يا عم انت ما تخليناش بقى تنرفز عليه. يا عم تتنرفز على يا عم اتكسف من مين؟ انا ما بشربش. امال مالك؟ ماليش في الشرب انا. اشربوا انت. لا اشربوا انتوا معانا. يا عم مش عايز. اتكسف ليه انت؟ اتكسف كاني اتبسطت انا. اشرب عشان اللي اتكسف من بيت عمه ما يشربش. يا عم انا مش عايز اشرب. اشربوا انتوا مع نفسيكم. انا مش هشرب. بص يا صاحبي انا مش هحلك. يا عم انا مش هشرب. هتوصلنا ولا هتعمل ايه؟ يا عم انت هتشرب.
لا يا عم مش هشرب، ايدك جنبك بس يا اسطى عشان ما تخليناش نتنرفز عليك يا عم. انت متعرفش يا عم الزتاق يا عم مش عايز يا عم سيبني في حالي يا عم، ما تخليناش نرفز عليك يا عم سيبني في حالي يا عم. انت يا اسطى خلينا امسكوا مسؤول اوعى تسيبه مش هحل. اشرب انبو اشرب انبو يا عم اوعى يا عم، مش هخش النار لوحدي يا عم اوعى ما اخش النار لوحدي. فرعتني يلا يا عم انت يا اخي. اقول لك على حاجه يلا يا عم، على الحرام من اهي يا عم نذيع الحلقه دي نذيع.